أهلا بكم مشاهدينا مرة تانية، وأول وقفاتنا الحوارية لهذا الصباح وهتكون قراءة في عناوين صحف القاهرة الصادرة اليوم بصحبة الأستاذ حمدي حنظل مدير تحرير الجمهورية. أهلا بحضرتك معايا أستاذ حمدي، وصباح الخير. أهلا بكل السادة المشاهدين. أهلا بحضرتك. اسمح لنا نبتدي مع جريدة الجمهورية، وطبعا المنشط الرئيسي فيها أو في كافة الصحف اليوم هو طبعا اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء بالأمس ووزير الإسكان الدكتور مصطفى مدبولي. من جريدة الجمهورية هذه العناوين: السيسي مواصفات دولية لمعالجة المياه واستخدام أفضل أساليب الري الحديث لترشيد استخدام المياه، ومخطط شامل لتطوير الروضة بشمال سيناء. يعني عدد من الملفات يعني بحثها الرئيس عبد الفتاح السيسي بالأمس مع دكتور مصطفى مدبولي، ومتابعة لعمل الحكومة في هذه الملفات بشكل عام. كيف تتابع أداء الحكومة في ما أكد عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي من توجيهات في الفترة الماضية؟ يعني الحقيقة كان في مجموعة قضايا زي ما حضرتك تفضلت، مجموعة قضايا أساسية في لقاء السيد الرئيس مع القائم بعمل رئيس الوزراء وزير الإسكان الدكتور مصطفى مدبولي، ومعه هشام عرفات وزير النقل. الحقيقة الرئيس يمكن تناول الموضوع أربع موضوعات أساسية: تناول موضوع المياه، تناول موضوع الروضة، تناول التغذية المدرسية، وكان يهمه جدا رفع كفاءة النقل في الطرق. طيب النهاردة إيه قيمة أو أهمية مثل هذه الاجتماعات؟ الرئيس من خلال هذه الاجتماعات بيدفع بالعمل التنفيذي كمان إلى مزيد من الأداء المتميز، مزيد من الجدية، بيحاول أنه يعني يكون في كامل الصورة مع السادة الوزراء حوالين هذه القضايا. يمكن أنا حبدأ من موضوع مثلا الروضة، ده موضوع مهم جدا جدا جدا، وكلنا طبعا عرفنا يعني حجم التضحية التي قدمها أبناء هذه القرية المصرية في شمال سيناء، والشهداء الكثيرين الذين راحوا ضحية العمل الجريمة الإرهابية في المسجد. النهاردة الرئيس بيطلب مخطط كامل للتنمية، لتنمية هذه القرية، وبيقول إن الكلام ده لازم يتم بسرعة ومش عايزين معوقات. صحيح، وإنه الرئيس صرح إنه يعني أو وعد إنه هتكون هذه القرية يشار إليها بالبنان خلال فترة قريبة، يعني إن شاء الله هتكون قرية نموذجية وهتكون متوافر فيها كل أنواع الخدمات المتاحة على أي على يعني على مستوى القرى الرفيعة المستوى. موضوع المياه الرئيس طبعا أنت يعني حاسين كلنا بأزمة المياه وندرة المياه على المستوى الدولي وعلى المستوى الإقليمي وعلى المستوى المحلي وما يمكن أن يتهدد هذه القضية. الرئيس حريص على إعادة التدوير مياه الصرف المعالجة بشكل تكون أكثر نقاء، أكثر جدية، يعني أكثر بحيث ما تبقاش فيها مكونات تضر بالبيئة. في هذا الإطار وزير الإسكان أو القائم بعمل رئيس الوزراء وعد أو قال إن إحنا هنعمل تحديث كامل لجميع وحدات معالجة مياه الصرف الصحي على مستوى الجمهورية، وقال إن الكلام ده هيتم في منطقة القناة وهيتم في الدلتا وهيتم في الصعيد. إذن إحنا بصدد إعادة استخدام أمثل لمياه الصرف الصحي المعالجة. فيما يخص موضوع التغذية طبعا الرئيس حريص على وصول تغذية بمستوى جيد بجودة جي يعني رفيعة المستوى لكل أبنائنا، في خاصة في المناطق اللي هي أنت عارف حضرتك أنه في كثير من المناطق الصحراوية بيعانوا من الأنيميا، فلما بنوفر لهم التغذية المدرسية فبنقدر نساعد في أكيد هذا. طبعا ملف مهم جدا، خاصة أنه العام الماضي تكررت أزمات إصابة الأطفال أو التلاميذ في المدارس بالتسمم أعقاب تناول الوجبة المدرسية. خلينا نروح لجريدة الوطن وهذا الموضوع: مشروع القرار المصري حول القدس يصطدم بالفيتو الأمريكي، مستشار الرئيس الفلسطيني خطوة كانت متوقعة. يعني بالأمس أستاذ حمدي طبعا تقدمت مصر بمشروع قرار لمجلس الأمن يحافظ على وضعية القانونية للقدس كما هي، ويعني يمنع قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باعتبارها عاصمة لإسرائيل، ولكن بالطبع هذا القرار قوبل بالفيتو الأمريكي. تعليق حضرتك. يعني واضح أن يعني أمريكا مصرة على استمرار مواقفها المضادة للعالم كله. يعني يمكن في أحد العناوين في الصحف الصادرة النهاردة أنه أنها تنتهك الضمير العالمي، ويمكن حتى دي في الكلمة اللي قالها ممثل مصر في الأمم المتحدة، أنه الضمير العالمي، الضمير الدولي، الضمير الإنساني يرفض أي مساس بالقدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، وأنه الوضع القائم هو ده وضع متوافق عليه عالميا. طيب يجي واحد يقول لك طيب لما احنا عارفين أن في فيتو أمريكا هينعمل، طب احنا رحنا مجلس الأمن الدولي ليه؟
سؤال بسيط، انت النهارده اولا ده كان ترجمه لقرار مجلس وزراء الدول العربيه اللي انعقد في القاهره، دي نمره واحد. نمره اثنين انه هذا الامر بياكد الحيثيه الدوليه او القيمه الدوليه اللي العالم كله شايفها للقدس، وبيعزل تماما القرار الامريكي. يمكن حضرتك واظن الساده المشاهدين يتذكروا ان مجرد ما امريكا قالت انا هنقل السفاره، في دوله صغيره كده تشيك قالت انا كمان هنقل السفاره بتاعتي، وهكذا. احنا بنقول للعالم كله او بنبين من خلال اجماع دولي انه هذا القرار الامريكي قرار باطل، وانه لا يجب ان يؤثر على الشرعيه الدوليه المتمثله في القرارات السابقه عن مجلس الامن والجمعيه العامه للامم المتحده بخصوص القدس. الحاجه الثالثه حضرتك انه النهارده ده بيديك مساحه انك انت تتنقل بعد كده اذا كنت فشلت في مجلس الامن، فبتتصعد القضيه الى انك انت تخش على الجمعيه العموميه للامم المتحده والجمعيه العامه للامم المتحده وتطرح هذه القضيه بشكل كامل وتطرح عضويه كامله لفلسطين في المنتديات وجميع اللجان النوعيه في الامم المتحده، بحيث ان يبقى فلسطين عضو كامل العضويه، وتطرح من خلال ده ان القدس الشرقيه عاصمه لدوله فلسطين. يبقى اذا كانت امريكا النهارده بتشتغل على ان القدس تبقى عاصمه لاسرائيل، لا، العالم كله هيشتغل على انه القدس تبقى عاصمه لفلسطين. الحاجه اللي يمكن يعني بقدر المراره اللي اصابت العالم العربي طبعا من استمرار هذا النهج الامريكي المتحيز تماما لاسرائيل، فان برضه كان في مواقف اوروبيه معتدله وجيده. يمكن احنا شفنا الموقف البريطاني امبارح، بريطانيا لن تنقل والمندوب البريطاني لن تنقل سفارتها الى اسرائيل. المندوب الروسي اتكلم بشكل جيد، المندوب الفرنسي اتكلم بشكل جيد. روسيا النهارده بتعرض وساطه في هذه التسويه بين فلسطين وبين الاسرائيليين، واكيد هذه الخطوه اللي قامت بها مصر يعني هي بتعكس دورها وخطواتها الجاده في يعني دفع القضيه الفلسطينيه نحو الحل من خلال طبعا وجودها في مجلس الامن كعضو غير دائم في هذه المرحله. هي دور مصر لا يقتصر على القضيه الفلسطينيه فقط، ولكن ايضا الازمه الليبيه هناك جهود مصريه كثيره لحلها. من جريده الوطن ايضا، شكري للرئيس التونسي السبسي، علينا الحذر من عودة دواعش سوريا في والعراق إلى ليبيا. وزير الخارجية، جهدنا حول الأزمة الليبية تحظى بقبول جميع الأطراف. يعني أيضا أستاذ حمدي، كيف تثمن الدور المصري لحل الأزمة الليبية في الفترة الماضية؟ أنا عايز حضرتك برضو السادة المشاهدين يرجعوا لحوالي أسبوع أو 10 أيام فاتوا، ان الرئيس اردوغان اعلن انه الدواعش اللي هيخرجوا من الرقه السوريه يذهبوا الى سيناء، سيتوجهوا الى صحيح. طب انا كنت عايزك، طب كنت توديهم القدس يعني. انت يعني احنا عايزين يعني اعمالنا تبقى متسقه مع الاقوال بتاعتنا. نحن نتحدث كثيرا عن القدس والناس قاعدين يقول لك طب ليه فلان ما يعملش، طب ليه الدوله الفلانيه ما تعملش، طب انت اعملي زي دوله اخرى لا ترتبط باي حدود مشتركه مع مثلا اسرائيل او مع فلسطين، تقول لك احنا رجالتنا جاهزين واولادنا جاهزين وجنودنا جاهزين يخشوا حرر القدس. يا عم اتفضل حرر. يعني النهارده الكلام عن العنتريات ده مش زمن العنتريات، ده زمن النهارده العالم العربي وضعه معروف للكافه انه للاسف شديد احنا محتاجين. النهارده امريكا اعلنت امبارح عن استراتيجيه امريكيه في على مستوى العالم. النهارده احنا كنا عايزين يعني بنحلم بان يبقى عندنا استراتيجيه عربيه في هذا العصر نقدر نتكلم عنها. طيب هل احنا النهارده مصر فقط الملف؟ مصر مهتمه جدا بالملف الليبي، مهتمه بالملف السوري، مهتمه بالملف اليمني، ومهتمه طبعا بامورها الذاتيه. ويمكن هنيجي نتكلم بعد كده في انه رغم كل ده مصر الحمد لله بتاخد خطوات للامام وبتاخد خطوات جيده. فيما يتعلق بدول الجوار، احنا عندك مصر وتونس والجزائر مهتمين جدا 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 بانه هؤلاء الدواعش الذين قال عنهم اردوغان انهم سينقلون الى ليبيا، طبعا هم موجودين قبل كده وجم طبعا وهيجي بعد كده ناس من برضه. وللاسف الشديد احنا شفنا والعالم كله شاف السيارات اللي طالعه تحمل الجنود الداعشيين يعني معززين مكرمين كما لانهم يعني انا بس يعني العالم ده
كيف يفكر، امريكا كيف توزن الامور، مره تقول لك انا مع ضد الارهاب ومره ثانيه تحمي هؤلاء الدواعش هم طالعين. مساله محتاجه يعني تفكير وتروي. اكيد بنرجع ثاني للشان المحلي ومن جريده المصري اليوم، البرلمان يقر قانون التامين الصحي الشامل نهائيا والحد الاقصى لرسوم الاشعه والتحاليل 750 جنيه. يعني طبعا قانون التامين الصحي الشامل قانون طال انتظاره وطالب به الكثيرين، ويعني مع تصريحات المسؤولين انه هذا الملف سيطول تنفيذه على مراحل وسنوات متعدده، فكيف يعني تنظر الى هذا القانون والى اي مدى يرضي المطالبين به؟ يعني خليني اقول ان ده بارقه امل جيده جدا للمصريين. احنا النهارده من سنه 2007 وهذا الموضوع بيتدحرج في مكاتب المسؤولين من وزير لوزير ومن حكومه لحكومه، وللاسف الشديد لم تجرؤ اي حكومه على ان هي تعمل هذا التطبيق الشامل للتامين الصحي في مصر لانه تكلفته عاليه جدا. النهارده هذه الحكومه اللي موجوده حكومه المهندس شريف طبعا بتوجيهات السيد الرئيس في هذا الاطار انه هذا الموضوع لازم ينتهي وانه لازم الشعب المصري ينعم بهذه المظله التي تكفل الامان الصحي لكل المواطنين. واحنا طبعا عارفين كلنا ان تكاليف العلاج غاليه، تكلفه الاشعاعات غاليه، تكلفه التحاليل غاليه، وان المواطن الفقير بيعاني، وان في نظام منظومه العلاج على نفقه الدوله بتحاول تسد جزء من هذا الامر انما ما بتسدش كل الثغرات. النهارده التامين الصحي هيغطي كل المواطنين. في نظام للتمويل طبعا لازم كلنا نبقى عارفين. النهارده كانت الدوله بتقتطع من مرتب الموظف 1%، النهارده هتاخد مقابل التأمين عليه هو شخصيا، الآن هتبقى 2% والتأمين هيبقى عليه وعلى زوجته وعلى أسرته. الكلام عن 75 قرش من كل علبة سجاير، وأعلن أن هذا المبلغ لن يتحمله المستهلك. كلام عن أنه بالنسبة للسيارات وساعاتها المختلفة في تدرج بالنسبة لهذه الساعات، هيتاخد عند الترخيص أول مرة أو إعادة الترخيص هيتاخد رسوم معينة متدرجة حسب ساعة السيارة وهكذا. هنا وانت بتعملي مشروع كبير زي ده لازم تضمني ان المشروع ده يستمر، ولازم تضمني انه يستمر بجودة عالية كمان. وبالتالي هنا في ثلاث هيئات هيشتغلوا في هذا الاطار، وهيبقى في مسألة المراقبة الجودة على الاداء هتبقى منفصلة تماما عن اللي بيقدموا الخدمة بحيث ان يبقى فيه موضوعية ونزاهة عند التقييم. أكيد بنتمنى أنه هذا القانون يكون مرضي لكافة الفئات ويحقق أكبر تغطية ومظلة كبيرة للجميع. بنروح تاني لجريدة الأهرام، وفي مؤتمر الأهرام الأول للطاقة شاكر اجتماعات مكثفة مع الروس للانتهاء من تصميمات الضبعة. طارق الملة: تأمين إمدادات الطاقة يعيد مصر إلى مكانتها إقليميا ودوليا. يعني طبعا وأخيرا بيتحقق الحلم النووي المصري على أرض الواقع، فكيف يعيد مشروع الضبعة النووي مصر إلى مكانتها إقليميا ودوليا؟ خلينا نقول اولا انه المشروع ده طبعا يعني زي ما بنقول ان التامين الصحي كنا مستنيينه من 2007، لا ده احنا الموضوع بتاع الضبعه ده كنا مستنيينه مثلا من 100 سنه. وكل ما تيجي دوله يعني تيجي نظام حكم يطلع وينزل ويقول لك مش هنقدر نقرب من ده. هنا برضه مصر يعني 30 يونيو مصر الثوره الجديده دي يعني اللي احنا الفتره اللي احنا عايشينها اللي الناس بتعاني فيها دي كلها، لا احنا داخلين على بنبني المستقبل رغم المعاناه بتاعتنا دلوقتي ورغم الحرب على الارهاب اللي بتستنزف طاقه كبيره مننا، الا ان احنا بنبني ايضا للمستقبل القادم. وبنعمل محطه الضبعه النوويه باربع محولات عملاقه، اربع مفاعلات عملاقه هيدونا حوالي 4800 ميجا وات. استثمارات ده حوالي 28 مليار دولار، 28 مليار دولار يعني مبلغ ضخم جدا. هيتم تسديد هذا القرض من عائدات هذه المحطه او المحطات ومن الدخل بتاعها وليس من ميزانيه الدولة. مشروع رائع جدا بكل المقاييس، بيسمح لك انك انت تدخل العالم او النادي النووي الدولي، بيخليك ترفع من قيمتك سواء كان على المستوى الاقليمي او على المستوى الدولي، بيخليك تاخد تكنولوجيا جديده ويعمل لك توطين للتكنولوجيا، بيقدم فرص عمل كبيره لاولادك وابنائك. يعني اذا انت مشروع بكل المقاييس، وطبعا لما ربنا عز وجل يوفقنا ويطلع معانا كمان مشروع النجيله ايضا النووي، هيبقى عندك انت النهارده دوله نوويه
اي يعني بين قوسين كده من اجل الاغراض السلميه. اكيد مشروع نووي سلمي. نروح الى جريده الوطن مره اخرى. وزيره التضامن: القضاء على الفقر اهم اهداف خطه 2030 وانشاء مركز للدراسات الاجتماعيه لدعم الدول العربيه لتحقيق التنميه المنشوده. يعني لما بنتكلم استاذ حمدي على فكره القضاء على الفقر، طبعا برنامج الاصلاح الاقتصادي اللي مصر بتنتهجه حاليا بيعتمد على بجانب الاجراءات الاقتصاديه اللي ربما تكون قاسيه، ايضا زياده شبكه الحمايه الاجتماعيه لتحقيق هذه المعادله والتوازن بين ما هو قاسي من اجراءات اقتصاديه وايضا حمايه الفقراء ومحدودي الدخل. يعني شكرا لحضرتك انك انت ربطت ده بشبكه العداله الاجتماعيه او التامين الاجتماعي للناس. احنا كنا بنتكلم دلوقتي على تامين صحي مش كده؟ صح. وبنتكلم على التأمين الأمن والأمان اللي احنا بننشده جميعا من خلال قواتنا المسلحة ومن خلال الشرطة المصرية ومن خلال ما ينفق من 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 أموال على التسليح سواء في البر أو البحر أو الجو. ده نوع من أنواع التأمين الاجتماعي. النهارده وزيرة التضامن بتتكلم على إنه في عندها حوالي 3 مليون مواطن هيطلعوا بره دائرة الفقر خلال الفترة القادمة من خلال برنامج أو منظومة تكافل وكرامة اللي الدولة المصرية بتعمله، وده كنوع من أنواع التخفيف عن كاهل الفئات أو الطبقات الفقيرة أو محدودية الدخل فيما يتعلق ببرامج الإصلاح الاقتصادي. وإحنا شفنا أن برامج الإصلاح الاقتصادي ترتب عليها بعض الأعباء على المواطن المصري. هذه البرامج أو هذه شبكة الحماية الاجتماعية بتساعد كتير على أن هي تقلل من إحساس المواطن ب يعني ضغط شدة أو هذه حدة الإجراءات الحياة الاقتصادية وضغوط الأنفاق في هذه الفترة. بنروح إلى جريدة الأهرام مرة أخرى أيضا، ويعني مش بنتكلم بعيد عن هذا الموضوع، بنتكلم عن الالتزام بوضع الأسعار على السلع أول يناير. الغرف التجارية: القرار يحمي المستهلك وينظم المجتمع الضريبي. كيف يساهم هذا القرار أيضا في توفير السلع بأسعار مناسبة وتخفيف حدة غلاء الأسعار على المواطن؟ البعض متخيل انه احنا لما بنشتغل في مجال الاقتصاد الحر ان المساله تبقى سبهلله ويترك الحابل على الغارب او الحبل على الغارب كده لكل الناس تعمل زي ما عايزه والاسعار تقول. طبعا المواطن عانى كثيرا خلال الفتره اللي فاتت. الحكومه اكثر من مره اعلنت ان احنا هنحط الاسعار على لابد من وضع الاسعار على العبوات عشان خاطر يبقى معروف سعر السلعه لدى عند المستهلك قد ايه. كذا مره الحكومه تاجل هذا الامر علشان بعض الضغوط عشان بعض الاجراءات اللي بتتم علشان المهم انه وزير التموين قال انه ان شاء الله مع اعتباره من اول يناير هيتم وضع اسعار على العبوات. يا رب ده ينعمل بشكل كويس ويا رب الناس تلتزم بده. احنا كمان بنتمنى انه مع ده يبقى في عندي حملات يعني تموينيه من خلال الرقابه التموينيه تكون مكثفه على الاسواق. عندنا كمان الرقابه الاداريه بفضل الله شغاله معانا كويس قوي في مجال متابعه الاسواق ومتابعه الحاجات اللي هي فيها قلق وفيها مشاكل بنلاقي الرقابه الاداريه داخله. اذا احنا عايزين مزيد من الرقابه، عايزين مزيد من الضغط على المستغلين وعلى من يتاجر باقوات المواطنين. اعتقد ان الدوله المصريه لما تخش في هذا الموضوع بقوه يبقى انت اكتملت عندك المنظومه كلها، يبقى انت بتامني الناس، لان اخطر شيء بيمس حياة المواطن هي الأسعار. انت النهارده بتعملي مدن جديدة وبتعملي طرق جديدة وبتعملي مشروعات عملاقة وبتعملي أنفاق تحت القناة وبتعملي مشروعات تنمية بتكلف مليارات وبتخش في 1.5 مليون فدان فصل استصلاح. المواطن يقول لك كل ده كويس قوي بس اديني حاجة بسعر معقول عشان اقدر امشي دخلي مع الاسعار مع احتياجاتي. طب امكانيه التطبيق ده يا استاذ حمدي، يعني الالتزام بوضع الاسعار ده هل على كافه السلع وفي كافه الاماكن ولا يعني ده محتاج ايه؟ نتمنى هذا علشان يبقى في ضبط للسوق، لانه النهارده ما لم توضع هذه، انا النهارده يعني بشتري كل يوم الحاجه بسعر مختلف. المواطن المصري المواطن البسيط بيقول لك انا عاوز، يعني هو المواطن بيشوف الحكومه في ايه؟ المواطن بيشوف قيمه الدوله المصريه في ايه؟ الدولة بتاعته والحكومة بتاعته بيشوفها في تداول السلع، بيشوفها في السعر اللي قدامه. لما يلاقي ان هو بيخضع لعملية استغلال غير مبرر من اي تاجر سواء كان تاجر تجزئة او تاجر متوسط يعني وسيط او جملة، بيحس انه في الاخر فين الدولة؟ فين الحكومة؟ المواطن اول كلمة يقولها فين الحكومة؟ فين الدولة؟ انا النهارده عايز الدولة المصرية تاخد المسألة دي بمنتهى الجدية، وانه اي واحد يخرج على ده يعني يبقى يخضع لقانون الطوارئ علشان نقدر نوقف موجة الاستهتار بالمواطن وقوته
وحياته. أكيد، وطبعا غلاء الأسعار بيعتبر من أهم وأبرز التحديات اللي بتواجه المواطن المصري الآن، فخطوة لحلها أكيد يعني مهمة جدا في هذا التوقيت. بنشكر حضرتك جدا أستاذ حمدي حنظل، مدير تحرير جريدة الجمهورية. شكرا أستاذ آلاء، وشكرا لكل السادة المشاهدين. شكرا مشاهدينا، لسه مستمرين معاكم في هذا الصباح وحوارات أخرى، ولكن بعد الفاصل وموجز الأنباء مع نجلاء الجعفر.